السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة تعيير دي زاد. اليوم راح نشوفوا كيفاش نعيروا لاسي ديريك في جهاز سبكترو فوتوماتر من دري بي ان 88 ا. واش لازمنا؟ مكونات لازمنا بان ماري، حمام الماء يارا، لازمنا خوشي بيتري زرقاء وصفراء، طيب ساك الروديتي بتاع لي مالاد، عندنا هذا ماء مقطر، لازمنا بيبات ثاني ميل 1000 ميكروليتر، وبيبات 25 ميكروليتر، والرياكتيف تاعنا الرياكتيف تاعنا هذا يتبريبار، نهزو الأنزيم هذا ونصبوه في بوتاية من البوتايات هذا، وهذا لي طالون تاعنا. ولازمنا ثاني جهاز باه نقراو فيه العينات تاعنا، احنا الجهاز تاعنا من دراي. دوكا نروحو نشوفو طريقة تحضير الأنابيب باش نخدموهم. بالنسبة لتحضير الأنابيب نجيبو طيب ساك، هذا نكتبو فيه بلون، هذا نكتبو فيه ستوندار، وهذو نرقموهم العينات تاعنا. كيما انا عندي 3 مرات نحتاج 3، كون جاو عندي 4 ندير 4، 1 2 3. ومن بعد نجيب الرياكتيف تاعي. بالنسبة للرياكتيف كما قلنا من قبل، من الأحسن تصب في تيبساك خير، تصب الكمية اللي راح تخدم بها وتعاود ترجع الرياكتيف نتاعك، خاطر درجة الحرارة تاعو من 2 حتى 8، كون تخليه لبرا مع الوقت يفزد لك. هذه الكمية اللي راح نخدم بها. ونخبي ثم بعد نخبي الرياكتيف نتاعي. ومن بعد نجيبو ميكرو بيبات ميل، هذه نهزو الرياكتيف تاعنا 1000 ميكرو لتر في كل تيب من 5 هذوك. هذه 1000 اللون نحطوها في البلون، والألف الثانية نحطوها ستوندار، والألف الثالثة نحطوها في ليشونتيو الأولى، الرابعة في ليشونتيو الثانية، والخامسة نحطوها في العينة الثالثة. ومن بعد نديو لي تيب تاعنا هادو، نديوهم نحطوهم في البان ماري دقيقة واحدة، على خاطر الرياكتيف تاعنا هذا بارد لازم نطلعو درجة الحرارة تاعو، باش من بعد كي نحطو لي طالون ولا لي شونتون ومن بعد يبدا التفاعل. نهزو لي تيب تاعنا هادو ونحطوهم في البان ماري لمدة دقيقة. بعد ما تفوت دقيقة نرجعو إن شاء الله. راهي فات دقيقة تاعنا، نجبدو لي تيب تاعنا، وراهم دوزيهم هاكا في لي شونطيون ولي طالون. بالنسبة للدوزاج كون نشوفو الفيش تكنيك، دوكي ها نشوف هنا في الطابلو يقول لك هز ميل من رياكتيف مع 25 ميكرو لتر من لي طالون، و 25 ميكرو لتر من لي شونتيون. نجيبو لي طالون تاعنا، هذه هي بيبات تاع 25، وشيبة صفرا، نحلو لي طالون تاعنا، نهزو منو 25 ميكرو لتر.
ونحطوها في ستوندر هذا في الأس هذا. وبعد بنفس الطريقة نخدمو حتى مع ليشونتيو تاعنا. هذه العينة الأولى نسمنا 25، نحطها في العينة الأولى. راهو العينة الثانية، العينة الثالثة، وبعد نديو الأنابيب تاعنا هذا في خمسة، نحطوهم في الباماري لمدة 5 دقائق، ولا نخليهم هنايا لمدة 10 دقائق في درجة حرارة الغرفة. شوف أنا أقولك خليهم 5 دقائق في البان ماري 37 درجة، ولا 10 دقائق في درجة حرارة من 15 لـ25. نديهم البان ماري 5 دقائق ونرجعو إن شاء الله. هذا هو البان ماري تاعنا، نحطو ليتيب تاعنا لمدة 5 دقائق. كنشوف الكوليرا بدا يتشكل بعد، خاطر الرياكتيف تاعنا راهو سخون، مهواش الأنزيم، راهو في حالة نشاط. نخليهم لمدة 5 دقائق، و في الـ5 دقايق هذا نروح نشعلوا الجهاز سبكترو تاعنا. راه الجمودي في الماء، نعطيوه نستيلي. هذه هي الواجهة الأمامية تاع الجهاز تاعنا، راهو نكليكيو على تيست. ومن بعد نخير واسيد يريك يريك واسيد. قبل هكا، قبل ما تخير لاسيل ديالك، شوف اذا بروغراميه، اذا بروغرامي يخدم به نورمال، واذا مش بروغراميه من الفيش تكنيك. حنا صورنا فيديو قبل كيفاش تبروغرامي لاسيل ديالك، نستناو حتى يفوتو الوقت بركا ونرجعو ان شاء الله. حاليا فاتو 5 دقايق تاعنا، نجبدو اليوتيوب تاعنا.
وضعهم قرارهم في الجهاز، أول حاجة نكليكيو على بلون دون هذي ومدولو الماء المقطر في الجهاز كامل. خرجنا زيرو هنايا، من بعد راهو كليكيو على بلو رياكتيف ونجيبو البلو رياكتيف تاعنا هذا اللي كتبنا فيه بي هذاك. بعد نروح نكليكي على كاليبري، هاكو ستاندار لو هذا فيه ستاندار واحد، نروح نجيبو ستاندار تاعنا هذا. التركيز تاعو 60 ملي غرام بار ليتر، هاكاك العملية تمت. إذا تحب تسوفكارد النتيجة هذه تاع الكاليبراسيون دولو أوكي، من بعد نروحو نكليكيو على إيشانتيون. هنا الأي دي اللولة، نروح نجيبو الإيشانتيون تاعنا اللولة اللي خدمناها اللي هي هذه رقم واحد، نحطها في التيب هذا. كليكي البوطون هذا، هذه العينة تاعنا اللولة. هذو 6 ثواني تاع القراءة البوطال، وهذو 6 ثواني تاع القراءة، مجموع 12 ثانية. عاد التركيز تاعنا اللي هو 36.62 ميلي غرام بار ليتر. دوكا داك لي شامبيون الثاني، الاي دي الثاني هنا، راح نجيبو الثانية هذي بنفس الطريقة نقراو حتى هي. يعني القيمة الأولى هذيك نكتبوها في ورقة قبل باه منساوهاش. المريخ الثاني تاعو ها هو التركيز تاعو ها 65.65 ملي غرام بار ليتر. دوكا نروحو التروازيام، الاي دي 3، نروحو نجيبو التروازيام. التركيز تاعو 28.94 ملي غرام بار ليتر، وتكمل إذا عندك ربعة تكمل، 5 6، المهم حتى تكمل لاسيري تاعك. الكولير هذا تاع لاسيري ديريك وردي فاتح، بالنسبة للقيم الطبيعية تاعو عند النساء من 25 حتى 68 ملي غرام بار ليتر، وعند الرجال من 36 حتى 77 ملي غرام بار ليتر. أتمنى يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم.